اليوم ويانا قصة عروس في بحر المانش. غادر المهاجرون في نهاية الليل من لون بلاج قرب جراند سميث، حيث يخيم العديد من المهاجرين على الساحل الشمالي بفرنسا. راحوا على متن قارب مطاط قابل للنفخ حتى يعبرون إلى السواحل الإنجليزية. كانت مريم نوري أحد المهاجرين الموجودين على القارب. كل شيء كان جميل بعيون مريم اللي كانت تشعر وهي تتنفس هواء المنش المنعش أنها تقترب من حلمها شيئا فشيئا، إلا أن اصطدم القارب بسفينة حاويات. بدأت مريم تشعر بتسرب المياه إلى الزورق، وهذا لم يجعلها تشعر بالخوف. ثقتها أنها كانت ستصل إلى خطيبها مؤكدة، وكانت تؤمن أنه أي عقبة تعترض طريقها سيتم تجاوزها، إلا أن القدر لم يشأ. مريم اللي تبلغ من العمر 24 سنة كانت تستعد حتى تشوف خطيبها، إلا أن البحر غدر أحلامها فانتشلت منه جثة. خطيب الشابة أمين باران اللي يعيش بالمملكة المتحدة قال أنه هي كانت تراسله خلال رحلة الموت من بدا الزورق يغرق، وقال أنه هي كانت تحاول طمأنته باستمرار وتأكد له أنه ما راح يصير شيء، لا تخاف علي أنا راح أوصل لك، فرق الإنقاذ راح أكيد تجي وتساعدني حتى أوصل لك. لكن الرياح لم تأتي بما تشتهي أحلام العروس مريم. توفى جميع الركاب. رحلة الموت هذه ما أخذت بس مريم، أخذت 6 نساء أخريات، إحداهن حامل، 3 أطفال و17 رجال. هذول كلهم ما حركوا مشاعر الحكومات، لا الحكومة العراقية ولا الحكومة بفرنسا ولا الحكومة بلندن. اللي صار مجرد انه الحكومات بيناتهم تصعدت الاتهامات، فرنسا ولندن منو يشيل هاي الجثث، منو يتحمل مسؤولية انقاذهم، والبلدين اثنيناتهم منشغلين بهذه الاتهامات. بوسط كل هذا انتشلت جثة مريم من المنش ولفت بكفن بدلا من فستان العرس الابيض. وصلت الطائرة اللي تحمل جثامين الضحايا ومن بينهم مريم قرابة ساعة 2 الصبح إلى مطار أربيل. وصلت سيارات الإسعاف، أخذت الجثامين، راحت مريومة لأهلها بالجفن الأبيض، والبلدين منشغلين بهاي الاتهامات. حسبي الله عليكم. كل أحلامنا تروح، كل شبابنا تروح وأنتوا باقين، ولكن لن تبقوا إلى الأبد. سننتشلكم من كراسيكم يوما ما، كما انتشلت مريم من البحر بكفن بدل فستان عرسها.